نرجع بقى الاحداث ماتش الانتاج واسوان وتعامل الفن مع الرياضه. طبعا عندنا فنانين بيكونوا مشجعين درجه ثالثه صرف، لدرجه ان انت ممكن في وقت من الاوقات هتبص لمراتك بصه زي اللي بصها محمد فراج بالظبط، ومراته بتحاول تستفزه اثناء مشاهدته لمباراه الاهلي والانتاج. نسمع نشوف الفنان الجميل محمد، نطلع نشوف الفنان الجميل محمد فراج وهو بيتفرج على ماتش الانتاج. وهو كلمه السر لفريق الانتاج الحربي في اخر ثلاث لقاءات، الكل يعلم التحكيم مش مدي 6 دقايق يعني عشان يعوض نهرج كره القدم. مش حاسس ان الماتش مستاهل الصراحه كل ده، بنشوف فيها العدم. مفيهوش 6 دقايق. طب اسكتي اسكتي. شابوه ليه؟ اسكت ليه؟ انت بتتفرجي اصلا؟ لا انا كنت بس. طب خلاص ما تحرقيش دمنا بقى، اسكتي. اللي انت بتقوليه ده النادي الاهلي، انت اصلا ما بتشوفيش اللي بيحصل في الماتش. يا ابني هو الاهلي بيكسب التحكيم معروف. الناس كلها الى خارج الملعب. في ايه يا محمد؟ في ايه محمد؟ ايه شايفين البصه اللي بصها محمد؟ يعني محمد كان هياكل المدق، نسى كل حاجه. بص مفيش تنافس في القلب مع النادي الاهلي واي شيء، مفيش تنافس. انا يعني بقول الكلام ده وربنا يستر لما اروح. ده محمد فراج اللي هو خلاص النادي الاهلي طبعا الحاله اللي كان عليها والانتاج متقدم 2-1 وحاله التوتر، ولما اتقالت له طب ما الاهلي يعني الحكام ومجاملات ومش عارف ايه، بص لها بصه كان ممكن لو طولت مع محمد نشوف تطور من طبعا فناننا الجميل محمد فراج، اللي انا مصر ان انا كنت اقول محمد بركات لاعب النادي الاهلي الجميل. طبعا فناننا محمد فراج شيء جميل جدا، وده طبيعه النادي الاهلي في قلب كل اهلاوي. ولا انت عندك اعتراض؟ لا شايف ان كوميك ما خدش حقه وفكره في ايه. انا عايز اتاكد الاول، عندك اعتراض في قلبك شيء ممكن يقترب من حب النادي الاهلي؟ الله الوطن الاهلي ده معروف وربنا يستر عليك وربنا يستر علينا.